الفكر للحفل بلش من فكرتي من 2009. الفكرة اجت الحقيقة من دبي، لأن الفكرة الأصلية جاية من دبي. كنت في مؤتمر في دبي وشفت إعلانات على أساس كان الأرب ويمن أورد، أنهم يكرمون المرأة العربية أو المرأة الخليجية في كل دولة، فكان الاتصال من طرفهم لنا إحنا بالكويت واختارونا. الحفل هذا يعترف بالإنجازات المرأة العربية، لأن إحنا راح نعترف بالإنجازات في جميع المجال، بس للمرأة العربية عايشة في الكويت وعملت إنجازات في الكويت. إحنا نطمح أن نكرم المرأة اللي أبذلت جهد للمجتمع الكويتي، قامت في واجب للمجتمع الكويتي، هذا احنا طموحنا، تكريم هذه المرأة. السنة هذه راح نكرم 20 مرأة في كذا مجال. المرأة الكويتية لازم تكون أوريجينال، ما تقلد أحد، تصير إنوي مبدعة بالفيلد اللي هي فيه، بذوقها أيا كان، أنا ذوقي مو ذوقي، بس إنه تمثل روحها بالأصح. المواصفة طبعا مرأة لي أو يعني شابة اللي عملت إنجازات في المجال اللي إحنا نكرموها فيه. فزت بالأزياء، كان إحساسي من أحلى أيام اللي بحياتي، لأن حسيت إن تقدرت من الكويت، وحسيت إني اللي سويته واللي اشتغلت طول هالسنين وكذي حصلت على شيء. It was nice. اللي حتاخذ الجائزة حتكون نوعا ما مبسوطة أو مستانسة أنها كرمت، وراح يكون عندها شهادة، وراح يكون عندها درع، راح يكون عندها موجود في البيت، فهذا شيء بالنسبة لها اعتزاز. ثانيا أنها كرمت لأنها تستاهل، يعني هي ما أخذت هالتكريم إلا لأنها شخص قام في شغل للمجتمع الكويتي ولدولة الكويت. احنا عندنا بورد في فور جادجز، وكل واحد راح يقيم الاشياء في السيره الذاتيه، وبعدين نجمع الارقام، واللي اكثر شيء هي اللي راح تاخذ الجائزه. انا بيرسونلي اللي اخترتهم، الاسماء اللي اخترتهم، اول شيء ركزت على ان واحده تكون تشتغل بروحها، تفكيرها بروحها، مو إنها تقلد أشخاص.